السلام عليكم، انا الدكتور فهيم شلتوت. هنتكلم على البوتشر جوينت ان ريليشن تو كاركاس ليمف نودز، اللي هي اجزاء الذبيحه او اجزاء الذبيحه يعني بالعلاقه للكاركاس ليمف نودز. في عندنا الهيد او الراس بيكون فيها الصب ماكسيلاري والباروتيد والانترنال ريتروفارينجال ليمف نود. في بعد كده النك او الرقبه بيكون ودي بتتكون من السيرفايكال فيرتبري، وبيكون فيها اللاترال ريتروفارينجال ليمف نود، وبتكون اندر ذا وينج اوف ذا اطلس. تالت حاجه ستيكنج، ودي بيكون فيها البريسكابولار ليمف نود. رابع حاجة الشك أو بنسميها الباك ريبس، ودي بتتكون من أول خمسة ثوراسيك فيرتبري وذ أبر بارت أوف ذا فيرست فايف ريبس، ومعاهم السكابولا، وبيكون موجود فيها الكوستو سيرفايكال ليمف نود والانتر كوستال ليمف نود. خامس حاجه التشاين او بنسميها الفور ريبس، ودي بيكون فيها الانتر كوستال ليمف نود، ودي عباره عن الثوراسيك فيرتبري من السادس للتاسع with the upper part of the corresponding ribs، اللي هي الضلع المقابلة. سادس حاجة thick ribs أو بنسميها top ribs، ودي بتشمل lower part of the first five ribs، بيكون موجود فيها البريبيكتورال and axillary lymph nodes. سابع حاجة thin ribs أو بنسميها الفلات ribs، ودي بتتكون من lower part of the ribs من السادس إلى التاسع. تامن حاجة البريسكت، ودي بتحتوي على greater part of the sternum and the costal cartilage، وبيكون موجود فيها البريسترنال and suprasternal lymph nodes. تاسع حاجة البليت، ودي بتتكون من ال posterior part of sternum ومعاها الزيفويد cartilage، وبيكون موجود فيها الزيفويد lymph node. عاشر حاجة السيرلوين، ودي بتشمل آخر ثلاثة لأربعة ثوراسيك فيرتبري with the upper part of the corresponding ribs والستة لمبر فيرتبري، معاهم الرينال and lumbar lymph nodes. بعد كده الرامب ستيك او ستيك بيس، ودي بتشمل الساكرم اند شافت اوف ذا اليوم، وذ ديب بيكون موجود معاهم بقى ديب انجوينال واكسترنال الياك اند انترنال الياك ليمف نودز. بعد كده عندنا الرامب اللي هو الكفل يعني او الشيل بون، ودي بتشمل الاسكيام والبيوبس، وبيكون موجود فيها الاسكياتيك ليمف نود. عندنا بعد كده الراوند او السيلفر سايد اند توب سايد. السيلفر سايد بيكون ذا اوتر سايد اوف ذا راوند
اند كونتينز بيكون موجود فيه البوبليتيال ليمف نود. في عندنا التوب سايد او اللي هو الانر سايد اوف ذا راوند، ودي بيشمل او بيكون فيه السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. في حاله الميل السوبرفيشال انجوينال ليمف نود دي بتكون موجوده في الميل الذكر يعني، او السوبرا ماماري ليمف نود دي بتكون موجوده في حاله الفيميل او الانثى. بعد كده عندنا الثيك فلانك، ودي بيكون فيها الباتيلا وبارت والبريك رورال ليمف نود. عندنا بعد كده الثين فلانك، ودي بتشمل اللور بورشن اوف ذا لاست 3-4 ريبس اند بارت اوف بريك رورال ليمف نود. عندنا بعد كده الفليه او الفليتو يعني، وده بيشمل عضلة اللي هي السوس ميجور والسوس مينور اللي هو عرق الفليتو يعني. عندنا بعد كده التريبيانكو اللي هو عرق التريبيانكو، وده بيشمل السيميتندينيوس مصر. وشكرا.